تسليمه لهذه المعدات والآليات الزراعية يكون المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء قد أعطى إشارة انطلاق مكونة التمويل والمتابعة ضمن البرنامج الوطني لدعم التعاونيات الإنتاجية التابعة للمندوبية على مستوى ولاية الحوض الغربي. ستستفيد على مستوى الحوض الغربي في إطار البرنامج الوطني لدعم التعاونيات الإنتاجية 19 تعاونية في الولاية، ستحصل على كمية كبيرة من البذور والأسمدة وأدوات السقي والمجارب والمعاول والعربات اليدوية، إضافة إلى عدد من سيارات النقل ثلاثية العجلات، كما ستستفيد الأسر المتعففة بها من توزيعات نقدية مباشرة يصل الغلاف المالي لها إلى أكثر من 800 مليون روقية قديمة. سنشرف على مدى تقدم انطلاقتها من الطينطان. كل هذه الأنشطة يدخل في إطار سعي المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشاعر الغزواني في المجاري الاجتماعي على أكمل وجه، وحرصها على تحقيق رؤية فخامته الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء. نائب رئيس جهة الحوض الغربي خلال كلمة بالمناسبة نوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها المندوبية في سبيل دعم المواطنين وخاصة الفئات الهشة. حركة معالي المندوب على مستوى الوطني وفي الولايات كاملة اللي نشاهده عبر الإعلام واللي يحضر اليوم محطة واحدة من محطاته في ولاية الحوض الغربي تشهد عن فيها التسريع في هذا البرنامج ولهذه التوجيهات اللي عدل توجيهات الرئيس. أما عمدة العيون فقد شكر السلطات على هذه الخطوة التي ستسهم في الرفع من الإنتاج والمردودية الاقتصادية للمزارعين في هذه الولاية حسب تعبيره. هذا النشاط التنموي الذي يأتي في وقته يمثل ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني المتعلقة بأن تكون هذه السنة سنة زراعية بامتياز. المواطنون المستفيدون من هذه التوزيعات عبروا عن شكرهم وتثمينهم لهذا الدعم الذي سيساعدهم على العمل والإنتاج. استفدت من استفادة كثيرة من الزوارات ومن بروتات ومن لالات كاملة وبفود ومن الخضرة، واستفدت بعرب والإفادة كثيرة اللي حضرت اليوم كاملة أنا استفدت منها. أشكر الجهة المعنية اللي هي مندوب التآزر وصلت لنا الأمانة المرهودة في الوقت المناسب وكنا محتاجين لها، وعطاونا الآلات بيلات ويوصات وعجلات سيارات العجلاتها. وخلال هذه الزيارة تفقد المندوب العام رفقة والي الحوض الغربي السيد المختار الحندة بعض المؤسسات التعليمية التي تشرف المندوبية على تشييدها في مدينة العيون. شملت هذه الزيارة ثانوية العيون 3، حيث استفسر المندوب العام القائمين على هذا المشروع عن مستوى تقدم الأشغال وكذا الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة وما تضمه من مرافق. هذا وتتكون هذه الثانوية من 6 فصول مدرسية وتتسع لأكثر من 1000 تلميذ، كما تضم سكنا للمدير إضافة لبعض المرافق الأخرى. ابتدائية بنت خويلد بالمدينة شكلت المحطة الأخيرة من جولة المندوب العام، حيث اطلع على مستوى تقدم الأشغال في هذه المؤسسة كما تجول في مختلف مرافقها. وتجدر الإشارة إلى أن الأشغال في هذه المؤسسات قد بلغت مراحل متقدمة، ويتوقع القائمون عليها أن يتم تسليمها في غضون أشهر قليلة. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة العيون.